www.sudanesesongs.net. كنتم وفي كل مكان ذات المكان نفس الزمان شاشة قناة الشروق. أنا أحييكم عبرها. أنا السلام عليكم ورحمة الله تغشاكم والبركة لا تفارق حفية كما السابق والأمسيات اللاحقة بأن نتجمع ونتحلق لنكرم أحد أجمل رموز الوطن الفنية الغنائية الإنسانية. افتدرنا هذا اللقاء بسيد خليفة. كانت حلقة أولى هي ثاني الحلقات عبر هذا البرنامج زمن جميل الذي نآلينا على أنفسنا فيه كما السابق والسنوات المنصرمة بأن نعظم حينما نوثق ونكرم العظماء من أبناء هذا البلد. أنا أرحب بضيوفي مرة أخرى بذات الحفاوة والحرارة الأولى. أهلا بك كثير أستاذ عبد المنعم الكتيابي. يا مرحبا. وأنت ضيف كريم على هذا اللقاء. مرحبا بكم ورحمة كريم على جميع مشاهدي قناة الشروق. بروفيسور صلاح الدين الفاضل، أنا حفية بوجودك في هذا اللقاء وأنت ذاكرة لشعب بأكمل وطيلة 50 سنة من العطاء. تحياتي الاحترام. قولي يا لطيف. أهلا بك كثير، والترحاب أيضا يمتد بالمجموعة اللي متواجدة معنا طيلة الحلقات. عصام محمد نور، أهلا بك كثير. عظيم مبارك عصام طيور والله قريب إن شاء الله ربنا يقدرنا على الصيام والقيام. صباح كل سنة وأنت طيبة مرة ثانية. وأنت طيبة يا سلمى. أبو بكر ينعاد عليك رمضان ورمضانات جاية وأنت أكثر ألقا وجمالا. اللهم أمين في هذا المساء وكل مساء. السلام عليكم. رماز، كل سنة وأنت أجمل وأحلى وصوتك أجمل. وأنت أحلى كثير. جمال، كل عام وأنت بخير ورمضان ينعاد عليك كما سنوات قادمة بالعطاء والمحبة والخير. كل سنة طيبين ورمضان ينعاد عليكم كلكم بالصحة والعافية إن شاء الله، ونوثق بالطريقة الجميلة والطريقة السليمة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. بروفيسور، الحديث في هذه الحلقة الثانية عن بدايات سيد خليفة في القاهرة، يعني كأنما يعني ذكرنا كده عرضا في الحلقة الأولى بأنه حاول أن يصنع لنفسه المساحة بحيث أنه يأتي إلى السودان وإلى الذين ابتعدوه عالما أسهريا بأنه خلق أرضية ثابتة في مساحات الغناء في مصر المفتوحة على الدنيا بهاتيك الحدائق في ذاك الزمن. ركن السودان، الخطاب الثقافي المصري المتجه جنوبا، كيف أنشأت، لما أنشأت، وكيف ولج إليها السيد خليفة وانتشر عبرها إلى السودان؟ السؤال المركب دوما ممكن يوقع زول في الخطأ. أنشأت طبعا، أنشأت بإرادة مصرية اهتمام بأخوانه في جنوب الوادي، دي إنشاء وادي ركن السودان. أما وادي النيل فأنشأت بإرادة أخرى، إذاعتين مختلفتين يعني. فسيد خليفة لما مشى هناك النافذة الوحيدة الممكن يخاطب بها الناس كانت الإذاعة، باعتبار أنه في مصر كان في قناة تلفزيونية واحدة بس، فقط تلفزيون مصر، وكل العالم كان فيه واحدة واحدة واحدة. فالفهم ده داير نافذة يخاطب بها كده الناس، فقاموا ناس في السودان احتفوا به وجابوه لك السودان. خاصة كان في استوديو هنا موجود في المقرن في السفارة بيسجل للسودانيين هنا أغانيهم و بيشيلوها للدوحة اللي تمشي للقاهرة. وفي بمناسبة كم كبير جدا من الأغنيات وسجل في الخرطوم لتبث من هناك. فسيدنا مشى هناك بقى جزء من المجموعة الصغيرة الحولة الإذاعة المسمى ركن السودان وقت ذاك، واستمرت هكذا حتى 31-12-83، ثم من 1-1-84 تحولت إلى إذاعة وادي النيل. إذاعة وادي النيل اختلف الحال بعد ما كانت 100% اتكسر. المهم أن سيد خليفة التقيناه هناك كثيرا وجاء كثيرا وعمل حلقات كثيرة جدا، لقاءات وبرامج وهكذا. الجديد دوما يجيبه هناك، بل الأوركسترا بتاعت الأوركسترا كاملة مصرية بتعزف معاه، وهو في البداية عزف معاه إسماعيل عبد المعين الذي كان يدرس أيضا في ذلك الوقت هناك. ممكن يا بروفيسور في جزئية اللي هي إطلالته الأولى على الجماهير المصرية عبر واحدة من الحفلات المهمة، حفلات أضواء المدينة في ذلك الوقت، والتقدم اللي وجد من يوسف وهبي في أنه يقدم بشكل يعني يليق به. نعم. دي العمل فيها بدأت تقدمه للناس فعلا. دي هذه المناسبة، ويوسف بيه وهبي فعلا احتفى به
وكانوا في زي ما قلت لك قبيل او في الحلقه الماضيه الرواد اللي كانوا موجودين هناك في القاهره من اللي بيدرسوا او التجار او غيرهم كلهم احتفوا بهذا الفنان الجميل صوتا وجميل تعاملا وهكذا يعني هو حبب فيه الناس بادائه بحاجاته باختياراته باغنياته وكذا. لكن لما المساله وصلت راح تلاقي ناس الفرقه الماسيه ويلاقي يوسف وهبي ويلاقي تحية كريوك الراقصة ويلاقي عبد الحليم حافظ ويلاقي الناس ذيل صار علما وصار منهم وصار يغني بعد كده بإبداع. ده اللي خلاه عمل أسطواناته هناك الأولى جاهزيات الأولى هناك بقت أسطوانات. هذه الأسطوانات شاعت وتوزعت حول الناس حتى الناس بتريك خارج القاهرة ويطلبوه بالاسم عشان يمشي حليون حفلات زواج كل ما تيجي جنوبا كل ما تروح الطلب عليه كثير وهكذا. فلما جاء راجع الخرطوم في واحدة من رجعاته كان علما وكان فنانا مهما. لاحظ الخيارات دي لاحظ الأغنية بتاعت أغانيه الأساسية غير زيكم كيف إنكم غير المنبو السوداني وغير دي أغانيه الفصيحة حتى كان في الستينات يعني أو في سنة الستين تحديدا سنة الستين في الآن في كم سنة؟ في أكثر من 50 سنة تكلمت عنها أنت قبل شوية في حياة كثيرة جدا ماشيين على 60 سنة يعني. ففي ذلك الوقت من الوقت ذاك هو كان متعلقا. بعدين مصر كانت فعلا فيها مناخ يساعد على هذا المناخ المصري. في أنا شخصيا لما مشيت في مشاهدين كثيرة دي ما يجي فنان إلا بنعمل له شغل هناك أو يا ساهمنا فيه يا عملوا لهم ولاحقين كتار ممكن تقول لهم بعدها ما بدي أعرف الأسماء لكن كثير يعني عملوا كده وصلوا مرحله يعملوا في 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 مسارح حتى ولقوا عايد كويس جدا جماهيري وعايد مادي. سيد خليفه كان من اول ناس المرحب بهم. اسماعيل حسن كتب لسيد خليفه بن ناصر وابراهيم رجب كتب لسيد خليفه فدير كلهم لما كتبوا لسيد خليفه كان هو زي ما بيقولوا نجم الشباك فنان السودان الاول المعروف. كنا لما نمشي حتى في بعض الدول العربيه مشيناها كانوا يعملوا ناس بيقعدوا يعملوا حفله كده بالمسايات العرب قالوا لنا ازيكم كيف انكم؟ ما زالت ملت ملت كل الافاق اي عربي في اي مكان سواء كانت في ليبيا او في العراق او في تونس او في المغرب محل ما مشينا غنوا. فبيجي سيد خليفه سفير للاغنيه السودانيه. نعم سفير غير منصب بنوايا طيبه وبنوايا حسنه وسفير الدبلوماسيه الشعبيه. استاذ عبد المنعم يمكن برضه أنا حأسأل بعد ما نغني أغنيتنا الأولى عن يعني هذا المد المصري وأثر مصر العميق في نشر الثقافة على المستوى الإقليمي، وسؤال يبدو مهما ومنطقيا ومشروعا في هذه الحلقة وفي الحلقات الأخرى حتى نستفيد حتى من إفادات المختصين، إنه ما الذي أقعد بالسودان عن منازلة مصر في سوح الثقافة والأدب والإنتاج الفني؟ ده سؤال كبير إحنا حنرجع نجاوب له، لكن بعد ما نمشي في تجربة مختلفة. سمعنا في الحلقة الأولى الأغاني المختارة باللغة العربية الفصيحة، هسه حنسمع أنا قلبي بدق وجمال فرفور. قلبي بدق قلبي بدق قلبي بدق أظلمني ليه يا يمين ما لك حق والله ما لك حق ودينا
بدوك تظلمني ليك يا يمين ما لك حق والله ما لك حق أهلا بكم من
جديد أهلا بكل المتابعين والمشاهدين والذين انضموا توا للمتابعة. عزم جميل يجمعنا في هذا الشهر الكريم بإذن الله تعالى، ونحن نكرم ونوسم شخصيات مختارة بعناية. أستاذ الكتياب، يمكن قبل تقدمة الأغنية قلبي بدق، واللي هي نموذج لعمل مختلف عن الأعمال السابقة اللي قدمناه، يظل سؤال محوري ومهم ومشروع جدا، إنه أن يتجه فنان إلى مصر لابتداء نشاطه من هناك، يعني فيها درجة من الوعي بأهمية مصر والانتشار. لكن السؤال إنه ما الذي أقعد بالسودان عن منازلة مصر في سوح الثقافة والأدب، خاصة إنه فناني السودان يحتفى بهم في مصر، يشاد بهم من قبل يعني كبارات أهل الفن والإعلام في ذاك التوقيت. سؤال أعتقد إنه كبير. نعم، طبعا هو سؤال متشعب كمان. يعني أولا مصر ظلت هي منطقة جذب دائم لكل الفنانين العرب، يعني ليس السودان فحسب. ويمكن دي يعني كانت فيها حس تجاري أكبر بالنسبة لمصر نفسها كدولة كانت بتعتمد على مصادر دخلها من السياحة، من الفنون، من الإنتاج السينمائي كذا، بالتالي كان لابد لها من التركيز على أنها تستقطب الفنانين. ده غير بعض الأجندة الخفية اللي قاعدين يتهموها يعني المركز الثاني المشرقي في لبنان وغيره، كان يتهم أن مصر كانت تسعى إلى مصرنة المزاج العربي، بدءا من تحويل الأصوات التي تغني باللهجة الشامية تحويلها إلى أن تغني باللهجة المصرية. ويمكن نجحوا إلى حد كبير مع المغاربة تحديدا، يعني من ورقة جزائرية والحماشين نجد أنه الفنان المغربي أو الفنان المغربي بيجي بيقوم بيجبروه يغني باللهجة المصرية. والكلام ده كان في الوقت اللي كان في قلة الوسائط، ما كان في فضائيات بتعبره، يعني كان التصدير بيتم عبر أشرطة بتهدى أو تشترى في المحطات الفضائية الأرضية. المسألة دي بدأت تهتز بعد ظهور الفضائيات القطرية، كل قطر بيجي عنده عدد من الفضائيات بالتالي بيجي ينشر فنونه. بالنسبة للسودان يمكن علاقة الفنانين السودانيين بمصر بدأت منذ العشرينيات، يعني لما مشى جيل من فنانين الحقيبة لتسجيل أسطوالاتهم من زمان عبد الله الماحي وبعده، إضافة إلى برضو أغاني التمتم تم تسجيل عبر الأسطوانات في الشركات الكبيرة سميتشيان وأوديو، ويعني كان في حراك زي ده. لو بنتذكر في برامج حقيبة الفن في نسخة الكلاسيكية كان بيجيبوا الأسطوانة وبيقلبوا الأسطوانة، دي كلها كانت مسجلة في مصر. تجربة الفنان سيد خليفة دلت على أنه في توثيق صلات بين الفنانين السودانيين والوسط الفني المصري. بدأ سيد خليفة نقل تجربة خطيرة ومهمة جدا يجب الوقوف عندها، الحفلات الجماهيرية. يعني يمكن مسرح الغناء كان هو بيت العرس بالمناسبة معظم الأحيان في فترة الحقيبة وما بعدها بقليل، لكن التجربة الفنان اللي يطلع إلى جمهور في مسرح مخصص للغناء دي سيد خليفة لعب دور كبير جدا فيها، بدليل أنه يعني صاحب غناء يعني الأداء الحركي للمسرح مسرحة الغناء نفسها يعني، ودي أهلته إلى مواسم كثيرة لدى فنان السودان الأول عبر الاستفتاء اللي كان بتعمله الجماهير في 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 الحفلات اللي كانت بتعمل في حدائق الإذاعة وفي المسرح القومي. نقل التجربة الغنائية من كونها إنها تكون في بيت العرس كطقس اجتماعي، نقلها يكون يعني طقس جديد بتاع استماع بحت للغناء خارج دائرة بيت الفرح. عشان كده جاء التنوع عنده في الاختيارات وفي الأداء. أما بالنسبة للشق الأخير بالسؤال ليه نحن ما يعني تقاعسنا أو ما قدرنا ننافس، ده يمكن أسباب كثير جدا ساعدت في كده. أهم قعود نحن على الإنتاج نفسه، يعني يمكن نحن تطور في مؤسساتنا لكن للأسف الشديد ما تطور عندنا حس الإنتاج، يعني ما قاعد ننتج أغنية، ما قاعد ننتج مهرجان عشان يستضيف لينا آخرين. مصر حازت على هذا السوق بينها قاعدة تعمل مهرجانات، بتستضيف فرق، بتعقد مؤتمرات، نحن ما عندنا يعني حس ده ما توجد عندنا. ويمكن أستاذ صلاح الدين الفاضل هو موجود يمكن عاصر العديد من المؤتمرات، ما يسمى مؤتمر الإذاعة والتلفزيون العرب، ما يسمى كده المهرجان، الأغنية العربية، ما خضنا المجال ده، وده قصور مننا نحن كمخططين كمنظرين كفنانين حتى
ما يعني بمنع في كمان قطاع الفني منه ما انتج اغنيه. لما بدات الفضائيات تتخصص يندر جدا ان تجد لك اغنيه سودانيه تبث في قناه من القنوات الموسيقيه المختلفه. عشان كده بنلقى عندنا اشكالات كبيره جدا لما شبابنا يكون عندهم طموح ويمشوا وينافسوا في ذا فويس ولا ينافسوا في 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 واحده من البرامج الجماهيريه دي. الطبيعي جدا احنا قاعد نغضب لما يقول لك الفنان الفلاني والفنان الفلاني قالت انا ما فرست الكلام ده بقول في شو. نحن ما قدرنا نوصل، ده قصور مننا، نحن ما وصلنا صوتنا. ما بنوصل صوتنا فقط عبر انتاج الكليب ولا كده، نوصل صوتنا عبر مشاركاتنا المنتظمه في مهرجانات، بنوصل صوتنا عبر استضافه مهرجانات في 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 في, في بلدنا تنقلها. نعم الفضائيات. استاذ كتيبة، يمكن برضه دي جزئيه انه يعني هذا التعود يمكن واحده برضه من الاساليب والاليات اللي اعتمدت من قبل المدرسه المصريه هي كانت الانتاج الدرامي، يعني نعم. لما بقت اللهجه المصريه لهجه مألوفه، يعني حتى لو اجتمع يعني اعداد مختلفه من انتماءات عربيه مختلفه تظل اللغه او اللهجه المصريه كانما هي المتسيده للمكان. نعم. بحكم التعود والالفه. نعم. للكثيرين يعني. نعم صحيح. سيد خليفه برغم انه جاء فنان لكنه مر بذات المطلوبات اللي بيمر بها اي فنان عشان يجيز صوته في الاذاعه السودانيه. نعم. الصبر والدأب، يعني ما تعالى على انه يجاز صوته او يختبر او انه يغني اغاني ويستمع لها وبالتالي يحدد سواء كان فنان او ما فنان، رغم انه اتى من مصر وهو يحمل هذه الصفه الاعتباريه. بروفيسور.